السلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشين. أولا وقبل كل شيء أعتذر عن الأصوات اللي حتسمعوها. هنحاول باستعمال تطبيق أو برنامج خاص لإزالة الأصوات دي، وهذا يعني خارج نطاقنا. عندنا عزاء في العمارة، يعني عندنا جارة اتوفت الله يرحمها، فما نقدرش نقول لهم يعني ما تتكلموش أو ما تعملوش أي حاجة. والله العظيم يعني استنينا لحد ما يسكتوا، فما فيش هدوء، فانا اعتذر مسبقا. النهارده عندنا فيديو لكارما من ظلمكم عامه، وبعد ذلك هنعمل يعني بكره وبعد بكره فيديوهات كارما مخصصه للناس اللي ظلموكم، سواء الحموات، سواء الزوج الظالم، الطرف الثالث، الاهل، او اي حد ظلمكم. سنخصص لكل موضوع فيديو، ولكن فيديو النهاردة هو موضوعه عام بما يخص الكارما. أوكي، هتكون الاختيار الأول باختيار الدمية الصغيرة دي، أو أول حرف من الاسم الإنسان اللي ظلمكم من الأحرف دي. الاختيار الثاني هيكون باختيار الميزان ده، أو أول حرف من اسم الإنسان اللي ظلمكم من الأحرف دي. إن شاء الله هنستعمل الكروت الترو وكمان الكتاب الذي طلبه منا العديد، بما اننا يعني بقالنا مده طويله ما لم نستعمل الكتاب. الاختيار الاول الدميه، او اول حرف من اسم اللي ظلمكم موجود في الشاشه وفي صندوق الوصف. نبدا على بركه الله نشوف الطاقه العامه بتاعتكم عاملين ازاي دلوقتي، طاقتكم ايه هي دلوقتي. يلا سبحان الله، قلبت كل الكروت ورغم ذلك فهي تنقلب لوحديها. يعني زي ما نشوف كده حرمتم الكارت جاب المقلوب. حرمتم من حاجات كتيرة، حرمتم يعني اتظلمتم من أقرب الناس ليكم، من الأهل، الأولاد، الزوج، المحيط بتاعكم، فأصبحتم يعني كده، شوفوا كده، في قوقعة داخلين فيها لوحدكم، مش قادرين تتحاوروا أو تعملوا ثقة ثانية مرة تانية في أي إنسان. وإنتم بهذه الطاقة الحالية تنتظرون عدالة من عند ربنا لما نشوف الست دي ماسكة العصا دي، والعصا دي لو يعني نربطهم مع بعض يصبحوا زي ما لو كان ميزان. ليه؟ لأنكم اتقهرتم كتير جدا من ناس ظلمتكم، واتظلمتم من أقرب الناس ومن كل النواحي، عشان كده ربما جات الكروت بتاعكم كده منقلبة. وانتم دلوقتي زي ما قلت لكم هنا منتظرين الكارما دي ترجع على الناس اللي ظلموكم، فان شاء الله ربنا يفرحكم وترجع الكارما دي على الناس دول اللي ظلموكم. اوكي، نخلط الكروت ونشوف كمان حالة الناس دول اللي ظلموكم، طاقتهم دلوقتي. لا افرحوا، الكارما غالبا رجعت على الناس دول اللي ظلموكم. حتى ولو تقولوا لي يعني في التعليقات، بقرا في بعض التعليقات انه يعني 80% بيقولوا لي لا هم عايشين حياتهم كويسه واحنا مظلومين واحنا اتقهرنا. يعني اللي ظلمك، بكل احتراماتي لكل واحد ولكل واحده في هذا الفيديو، هل الانسان اللي بيسرق يروح يقول انا سرقت؟ لا. هل الانسان اللي ظلمك هيجي يطبطب على بيتك ويقول لك تعالى انا رجعت عليا الكارما، انا مريض بكذا او حصل لي كذا؟ لا. فازاي هتقول، ازاي تقولوا يعني ما حصلت لهمش حاجه؟ انتم مش عايشين معاهم، ما تعرفوش حالتهم الحقيقيه ازاي هي. زي ما انتم مخبيين او عاملين ستار ما بينكم وما بين حالتكم الحقيقيه وما بين ما تظهرونه للناس، الناس دول اللي ظلموكم كمان كده، فهم حاليا حالهم متوقف، كارما رجعت عليهم أرضتهم أرضا، يعني عندهم مشاكل في من جميع النواحي إن شاء الله. طب ليه ظلموكم الناس دول؟ غالبا طاقة الناس اللي هنا طاقة ناس في علاقات ثلاثية، مش كلكم يعني، بتكلم من البعض اللي هم في علاقة ثلاثية، بعدين هتكلم عن البعض الآخر الذي ليس هو في علاقة ثلاثية. غالبا الناس اللي ظلموكم دول
تدخلوا ما بينكم ما بين الزوج بتاعكم بطاقة سلبية عشان يكوموا أو يلموا أو ياخدوا الزوج لوحدهم. يا إما الزوج ده عنده ثروة أو عنده حاجات هو في حد ذاته يعني مش متفطن لأنه يعني ينفق كتير على الطرف الثالث الفلوس دي. البعض الآخر هو حصل له إيه؟ بعد فرحة ما لمت عليكم تدخل الإنسان ده اللي ظلمكم كحسد وغيرة، مش عاوز إنكم تفرحوا في حياتكم. غيرة يعني ملهاش وصف، بدون ما تعملوا أي حاجة الإنسان ده مش عاوز كل حاجة لوحده، مش عاوزكم أنتم تفرحوا، عاوز يعني يوقف كل فرحة تدخل حياتكم، وعاوز يعني يكون هو لوحده أحسن منكم. في حسد وغيرة هنا. أوكي عفوا أعتذر، مريضة شوية. إيه السؤال اللي هنسأله بعدين؟ هل الناس دول اللي ظلموكم هم واعيين، يعني عارفين إنهم يعني ظلمتوهم وهم كتير؟ أعتذر عن الأصوات دي. Justice Queen of Cups. أيوة عارفين ذلك. شوفوا كده كارت الجاستس وكارت ذا كوين اوف كابس وكارت ذا ايت اوف سوردز. غالبا هنا بنشوف انه ربط متكرر وطاقة هوائية، يعني طاقة روحانية هنا تدخل بها الطرف الظالم هنا او الظالمة عليكم بوقف الحال بتاعكم، ويعني سجنكم في مكان زي ما انتم دلوقتي في الطاقة الحالية بتاعتكم، مقوقعين على نفسكم مش قادرين تخرجوا الغضب اللي في داخلكم، مش قادرين تتواصلون مع أي حد. وهم عارفين دلوقتي إنهم ظلموكم، وعارفين إن اللي بيحصل لهم دلوقتي هم هي عدالة ربنا رجعت عليهم جراء الظلم ده اللي ظلموكم بيه. ليه؟ لأن هم عارفين إنه فيه حاجة عدالة جت من عند ربنا تصفي الأمور ما بينكم أنتوا الاتنين، ما بين الظالم وأنتم. أوكي طب هل هم ندمين على الظلم ده اللي ظلموكم بيه؟ هل هم ندمين؟ أيوة ندمين، عندهم ندم زي ما بنعرف احنا في كارت القديس. القديس في عند المسيحيين شايفينه انه هو الرابط ما بينهم وما بين ربنا، فعندهم يعني يسو كونفاس سوفون، يعني هم عندهم طريقة في طلب المغفرة على انهم يروحوا عند القديس في الكنيسة ويدخلوا في بيت صغير كده زي كده، عفوا زي كده، وهو مقسوم في الوسط، فيه نافذة صغيرة في الوسط في الحائط اللي يفرق يعني يفصل الجهة دي من الجهة دي، ويقعد القديس من هنا ويقعد الإنسان ده اللي عاوز يعني يفضفض على الأخطاء اللي عملها للقديس من الجهة دي، فهو لا يرى القديس ولكن يسمعه. فهنا بنشوف كده، شوفوا كده القديس يبارك بإيده إن يعني الناس دول الاتنين ويحكم ما بينهم. فهم ندمانين على الحاجة اللي عملوها زي ما قلت لكم، لأنهم عارفين الكارما دي هترجع عليهم أو رجعت عليهم بالطاقة يعني عكسية، يعني اللي عملوه ليكم أنتم الربط ده هو حصل لهم دلوقتي، العذاب اللي تعذبتوه أنتم هم حصل لهم كمان الحاجة دي. فهم عاوزين عندهم نية على أنهم يتقربوا ليكم عشان يطلبوا منكم أنكم تسامحوهم، أنهم يعوضوكم على الحاجات اللي خسرتوها، بس مش قادرين يعملوا أي خطوة. هم دلوقتي بيصفوا أمورهم ما بينهم ما بين ربنا على الأخطاء اللي ارتكبوها في حياتهم كلها. أوكي إن شاء الله هنشوف دلوقتي بالكتاب موسوعة الطب البديل ونشوف ما هي الكارما التي نزلت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا كده سبحان الله، الجملة الأولى
ومختلطة بالدم والمخاط، وعدة مرات الإسهال لا تزيد عن 5 مرات يوميا. هقلب الورقة عشان نشوف الحاجة دي اللي هي يعني ممزوجة. شوفوا كده، مرض الدستون الدس دوسنتاريا الدوسنتاريا الأميبية، فتظهر الأعراض بعد فترة الحضانة، وهي عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة ولكنها لا تزيد عن 37 درجة مئوية، وكمية البراز تكون كبيرة مختلطة بالدم والمخاط، وعدة مرات إسهال لا تزيد عن 5 مرات يوميا بأوجاع قوية. في كمان إيه؟ سيتعرضون السعال أو نزلات شعيبية في الرئة، يعني غالبا واحنا دلوقتي في جو بتاع كورونا ويعني مشتقات الكورونا دي، هم دلوقتي يعني مصابين بيها، يا إما هم دلوقتي أصيبوا بيها يا إما سيصابون بيها إن شاء الله. ضعف عام وآلام في البطن والأعراض وأعراض سوء الهضم. في كمان ايه؟ سيصابون بمختلف انواع التيتان المعوية التي تحدث آلام قوية وتمزق في الأنسجة، يعني شوفوا الآلام الفظيعة اللي هيحسوا بيها. يعني الحاجات دول مش هيقولوا يجوا كده ويقولوا لكم تعالوا انا ما عندي كده وكده وكده، فما تقولوش من فضلكم انه الكارما لم ترجع، فمش هيجوا يقولوا لكم حصل لهم ايه. هيكون عندهم حالات حصى الكلى، وجراثيم معوية خطيرة، روماتيزم، وتتكرر ديدان معوية خطيرة، يعني تسبب تمزق في الشرايين وأنسجة المعدة الداخلية، يعني آلام لا يحصى ولا تعد. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مرة تانية النزلات الصدرية، يعني سيصابون بالكورونا وفيها هلاك من للمريض. قرح وسرطان في المعدة، التهابات الجهاز البولي وأورام تستقر فيها أو فيه عفوا. هيكون عندهم نوع من قروح الجلد والتهابات الغدة عفوا النكفية بمعدل مرتين يوميا. البعض منهم شوفوا كده الحروق، البعض منهم سيصاب بحروق وخيمة، والبعض من الحروق دي للبعض منهم الحروق دي هتكون سبب إكزيما أو حساسية في الجلد. سيتأثر جدار أو حساسية داخل القولون، حيث إذا لم يعالج صاحب هذا المرض
سيتسبب هذه الحساسية في حدوث ثقوب داخلية في القولون، مما سيؤزم حالة المريض إلى حالة أسوأ من التي كانت عليه، وتدفع المريض إلى المعالجة الفورية لخطورة المرض. في الحكومة الألمانية، ربما أحد منكم هو في ألمانيا، في كمان الهند تتكرر كمان زي ما قلت لكم السعال والالتهاب الشعيبي والسيلان. شوف مرة أخيرة ليكم، بسم الله. شوفوا سبحان الله، هنا سأقرأ لكم الصفحة دي. جاء ذكر السلوى مع من في القرآن الكريم عند تعداد النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، وقد أكد سبحانه أنهما من طيبات الرزق، كما جاء في قوله في سورة طه: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، صدق الله العظيم. وقد تكرر ذكر المن والسلوى في موضعين آخرين في سورة البقرة الآية 57 وسورة الأعراف الآية 160. لقد أنزل الحق سبحانه وتعالى على بني إسرائيل الذين اشتهر عنهم العناد والكثرة المجادلة طعاما من أطيب ما خلق، فقالوا لنبيهم جحودا وتعاليا على فضل الله: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. سورة البقرة الآية 61. فتعجب موسى صلى الله عليه وسلم أشد العجب وقال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أهبطوا بمصرا فإن لكم ما سألتم، صدق الله العظيم. سورة البقرة 61. وطائر السلوى هو طائر السمان كما أجمع المفسرون، وطائر السمان أكبر من العصفور وأصغر من الحمام قليلا، وهو طائر خريفي يكثر نبات الزيتون ويدرك على الأرض بسهولة، ويخاف من الأصوات العالية، ولحم السمان مغد جدا، ويزيد الخصوبة، وأكل اللحم يفتت الحصى ويدر البول وينفخ في علاج وجع المفاصل. هنا ليه قرأت لكم القراءة دي؟ عشان تعرفوا إنه يعني الواحد لما قلت لكم في بداية القراءة يجب على الإنسان إنه يحمد ربنا على أي حاجة اداها له ربنا. فيعني عدم يعني في القراءة اللي قرأتها دلوقتي في الكتاب، عدم تصديق الإسرائيل، يعني بنو إسرائيل سيدنا موسى رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم في كلامه، فيعني هنا فيه شك، عدم الثقة في ربنا. فأنتم يعني البعض منكم مش كلكم عندكم يعني الكلام ده اللي لا هم ما حصل لهمش حاجة وأنا عايشة مظلومة وأنا كده وأنا كده وأنا كده، يعني أنتم بتشككوا في قول ربنا سبحانه وتعالى. فحاولوا أنكم تستخيروا لربنا وتصلوا ركعتين وتستغفروا ربنا وتطلبوا من ربنا أنه إذا كنتم عاوزين دليل أنه يعني يظهر لكم يعني دليل على الكارما دي اللي حصلت إن شاء الله. هنقول الأبراج اللي هنا تقريبا كلها لوجود كارت برج، يعني اللي شفناه في الطاقة بتاعتكم كارت العالم، يعني كل الأبراج موجودة، ولكن الأبراج التي عندها طاقة أكبر في القراءة دي عفوا هي الأبراج الهوائية، الأبراج الترابية، الأبراج المائية والنارية قليلة.
أرجو إنه ربنا يطيب خاطركم إن شاء الله ويحقق الكارما دي على الناس اللي ظلموكم إن شاء الله. نمر دلوقتي للقراءة الثانية. نعتذر عن الأصوات. ما تنسوش تدعموا القناة باللايك والشير وسبسكرايب. نمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثانية اللي اختاروا الميزان أو أول حرف من الإنسان اللي ظلمكم الموجود في الشاشة أو صندوق الوصف. زي ما قلت لأصحاب المجموعة الأولى، ربما أنتم ما سمعتوش المقدمة، نعتذر مسبقا عن الأصوات اللي هتسمعوها بتاع الجيران، وده خارج نطاقنا، يعني نعتذر منكم لأن في جارة توفيت امبارح. اطلبوا لها الرحمة في التعليقات بتاعكم لعل يعني ربنا يفتح عليكم، وعشان كده يعني في ناس طالعة ونازلة وتتكلم كل حاجة، فنعتذر عن الأصوات دي. هنحاول ننزعها بتطبيق خاص، وإذا لم ننجح في نزعها فنعتذر لكم مسبقا. أوكي، نخلط الكروت ونشوف ما هي حالة أو طاقة الناس اللي ظلموكم حاليا. يلا طاقتهم أو الحالة اللي هما فيها دلوقتي، الناس اللي ظلموكم. أوكي، طاقتكم انتم مستليين سبحان الله عدالة، جاجمنت، عدالة من عند ربنا، عاوزين تسمعوا الخبر اليقين عشان تخرجوا من الضيقة اللي انتم فيها. زي ما نشوف الموتى دول خرجوا من المقابر بتاعهم، فانتم في طاقة سبحان الله، يعني شوفوا كده انتظرتم مدة طويلة وانتم يعني متعذبين مع ناس قهروكم يعني وسلبوا منكم أحس حاجة عندكم. شوفوا كده يعني ناس تغلبوا عليكم مدة طويلة وانتم بتعانوا من بطش الناس دول. اوكي، طب الحالة يعني طاقتهم الحالية او حالتهم دلوقتي هي عاملة ازاي؟ لا، هم دلوقتي بينتظروا نتيجة مشروع او حاجة بدأوا فيها، ولكن اصبحت الامور عندهم شوية مستعصية، فهم دلوقتي في طاقة الإمبرر، كارت برج التور والحمل كمان، يعني في طاقتين هنا، طاقة برج التور وبرج الحمل، طاقة ترابية يعني هي المتصدرة، وفي كمان طاقة هوائية، المائية قليلة. هنا يعني هم دلوقتي زي ما قلت لكم في انتظار بوادر مشروع بدأوا فيه. وهم دلوقتي يعني بيتفاوضون مع إنسان عنده هيبة، يا إما عندهم مشكلة في المحكمة وبيدوروا على حد عنده هيبة عنده نفوذ يساعدهم، يا إما هم بدأوا مشروع والمشروع ده حصل فيه بعض العراقيل، وهم دلوقتي عاوزين يدوروا على إنسان يساعدهم على تخطي العراقيل دول. فهم مشغولين في حاجة، في أمر ما معلق في أماكن إدارية، يا إما أماكن إدارية يا إما محكمة، يا إما محكمة لتصفية أمور عمل أو محكمة لتصفية أمور إرث أو أمور طلاق أو حاجة زي كده. فهم دلوقتي مش ما عندهمش يعني تركيز أو نظر لحاجات أخرى من غير الحاجات دي اللي اتكلمت عليها دلوقتي. أوكي، إيه سبب ظلمهم ليكم؟ إيه هو سبب ظلمهم ليكم؟ هنا فيه أسباب. البعض الآخر، البعض منكم هتكلم على يعني أكتر من فئة، لأن دي قراءة خاصة عامة وليست خاصة، يعني فيه ناس مش كلكم هتقول، مش هقول علاقات ثلاثية وكلكم عايشين علاقات ثلاثية، لا، فيه من يعاني من ده وفيه من يعاني من ده وفيه من يعاني بده، فأنا هحاول أفصل أو أشرح لكل فئة على الأقل خلاصة كده على سبب الظلم ده اللي اتظلمتم بيه. البعض منكم هنا فيه مشكل يعني مادي حصل ما بينكم ما بينهم، يا إما هم كانوا عاوزين يستولوا عليه، يا إما هم شايفين إن الحق ده محقهم مش حقكم أنتم، وأنتم ما عندكمش يعني حقوق. البعض الآخر المشكل المادي ده
هو انهم يعني ناس متسلطين، شايفين انهم بالماده بتاعتهم او بالنفوس اللي عندهم يقدروا يعملوا اي حاجه، ما عندهمش يعني مشكله على انهم يدوسوا على كرامه انسان او يقتلوا انسان او حتى يعني يمرمطوا به الارض، ما عندهمش اي مشكله. فان الناس دول عندهم نرجسيه حاده، نرجسيه حاده من الـ مش من ناحية النرجسي اللي انتم بتعرفوه، نرجسية حادة، يعني هم عندهم الجملة دي يستعملوها، الغاية تبرر الوسيلة، يعني ما يهمهمش أي وسيلة يستعملوها، المهم انهم يوصلوا يعني يصلون للغاية أو الهدف بتاعهم. فعشان كده التعامل الناس دول سواء أهلكم، حموات، أصدقاء، زملاء عمل، زوج، زوجة، سوالف، سلفات او سوالف، مش عارفه انطقها ازاي، يعني يعني انتوا فهمتوا مين هم، يعني عندهم وصول اهدافهم ما يهمهمش يستعملوا ايه كوسيله. فالظلم اللي ظلموكم بيه لا يكترثون له، زي ما نشوف الكارت ده غير مكترثين، المهم اهدافهم اهي، المهم اهدافهم، يعني هم وما بعدهم الطوفان. فعشان كده يعني هنا في يعني في اسباب مختلفه، منها الماديه ومنها يعني انهم شايفين نفسهم ما فيش حد احسن منهم، او مش عاوزين حد يفرح اذا كانوا هم حزنانين، مش عاوزين اللي معاه يفرح بدون سبب يظلم. اوكي، طب هل سيتفطنون على ظلمهم لكم؟ هل انهم هم عارفين ان اللي عملوه معاكم هو ظلم وليس يعني حق من حقوقهم؟ زي ما قلت لهم عندهم، زي ما قلت لكم عندهم نرجسية حادة، شايفين انه من حقهم، من حقهم انهم يعملوا بيكم زي كده ويخرجوكم من حياتكم او يبعدوا اي حد من حياتكم، شايفين انهم هم المتحكمين في حياتكم. استغفر الله، يعني استغفر الله، استغفر الله، شايفين انكم زي ما قال فرعون انا ربكم الاعلى، شوفوا كده، شايفين انهم من حقهم انهم يعملوا بيكم كده، هم الحكم، هم الامر المنفذ. اوكي، طب هل سترجع الكارما دي على الناس دول اللي ظلموكم؟ هل سترجع الكارما دي؟ نعم، بال 8 اوف وانتس، عفوا بال 8 اوف وانتس وال 10 اوف وانتس وسترينجرز، كارت برج الاسد فيه رواقه كارما، وكارما قويه جدا. العشره مع كارت برج الاسد وكمان الثمانيه يعني العصا، والعصا زي ما بقول لكم دايما في الفيديوهات اللي عندي، العصا في كروت التارو تمثل العمل، يعني في حركه سريعه وعن قريب لكارما ستنزل على الناس دول، هتتحكم فيهم وتسلبهم اعز حاجه عندهم وتسيبهم مشغولين في مشاكل عديده ومتعدده. غالبا البعض منهم هنا هيدخل السجن وهيكون مطارد، يا اما من عند الشرطه يا اما من عند ناس ما بينهم ما بينكم ما بينهم ما بينهم فلوس، يعني هيكون فيه مطاردة لدرجة انه يعني هيكون فيه ضرب وسجن ومحاكمة. اوكي، طب ما هي الكارما دي اللي هترجع؟ بغض النظر ما تكلمت عليها دلوقتي فيما يخص السجن والمطاردة والضرب المبرح ده. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الصمد لم يلد ولم يولد، صدق الله العظيم. شوفوا كده، سبحان الله، زي الأصحاب من القراءة الأولى، السعال وخشونة الصدر، يعني الناس دول يا إما أصابتهم الكورونا يا إما سيصابون بالكورونا من المرض الحاد. فيه اعتزل عن الأصوات، زي ما قلت لكم فيه جنازة في العمارة، في سرطان وورم في الدماغ، يعني يحدث تشنجات عضلات،
تساقط الشعر، ضعف النظر، سيلان سائل لزج رطب من الدبر. مما أحدثه ذلك من خسائر مما أحدث ذلك خسائر وخيمة على الجهاز الهضمي والقروح، يعني والقروح التي تأثر بها الجهاز الهضمي جراء الورم الخطير الذي لا علاج له. الأمراض القلبية والحوادث الوعائية الدماغية، زي ما قلت لكم أهو، الأمراض القلبية والحوادث الرعوية الدماغية. في بريطانيا، أي البريطانية، ارتفاع كوليسترول في الدم، ارتفاع السكر، أهي المواد السرطانية في الأمعاء زي ما قلت لكم، كذلك في الكولون. هيكون عندهم ارتفاع في سكر الدم، ارتفاع في سكر الدم، وكذلك يعني مرض ويلسون. تقدروا تبحثوا على جوجل ما يعني أعراض وخطورة مرض ويلسون. وغالبا البعض منكم، يا إما ابنك يا إما أنت، يا إما أنتم يعني بتشتغلوا في من جانب العلاجات والطب أو حاجة زي كده، وصيدلية أو صيدليات، ربما أنت شغلك صيدلانية أو أنت شغلك صيدلاني. تتكرر مرض الكوليسترول، ارتفاع مرض الكوليسترول في الدم. تقلص الأوعية الدموية، توترات في الأعصاب، انخفاض حركة الأمعاء. في اسم عبد الرزاق نوفل، تعكير المزاج عفوا والتأثير على الأعصاب. هيحصل لهم كمان تسمم. هو سبحان الله، ذكروا الحق، ذكروا الحق، يعني هنا في كارما هتنزل بالكلام ده بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا بحد ذاته ما يحبش الظلم. وكذلك ذكره جل وعلا كمعيار للدقة في الموازين الربانية، حيث قال في سورة الأنبياء أعتذر في سورة الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء الآية 47. وإلى هنا وصلنا نهاية هذه القراءة. الأبراج اللي هنا الأبراج هوائية ترابية، نارية قليلة جدا ومائية متوسطة. أرجو أن القراءة دي كملت أو يعني
وضعت بلسم رطب وحنين على قلبكم، وندعو ربنا سبحانه وتعالى على انه يفرحكم بالكارما دي التي رجعت على الناس دول، ويطيب بخاطركم ان شاء الله، ويوصلكم لامانيكم ويحقق لكم كل امنيه غاليه على قلبكم. شكرا لانتباهكم ولاصغائكم، والى الملتقى. مع السلامه.